وصل للتو الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى ميناء رفح البرية أو معبر رفح من الجانب المصري، حيث توجه مباشرة إلى اجتماع مغلق الآن، توجه إليه اجتماع مغلق مع العاملين للأمم المتحدة، حيث سيتم يعني الحديث معهم حول الصعوبات التي يواجهونها خلال عملهم في نقل المساعدات وتقديم الدعم للأشقاء في غزة من خلال عملهم عبر معبر رفح. وبعد هذا الاجتماع سوف السيد الأمين العام بعمل مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري للحديث حول الهدف من زيارته والرسائل التي يرسلها خلالها اليوم بإجراء خلال معبر رفح البري خلال 15 أشهر منذ بداية الحرب. مينا والكلام، هل من الصعب أن تقف في مكان يعني أفضل لأنه الصوت يتقطع بشكل كبير؟ هل تسمعني مينا؟ أسمعك جيدا، هل الصوت أفضل الآن؟ أفضل، تفضل. نعم، فيعني الآن الاجتماع المغلق بالعاملين بالأمم المتحدة مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الآن يبدأ الاجتماع معهم، وحيث يتم مناقشة كافة الصعوبات الواجهونها والتحديات الكبيرة التي الفجوة التي يعملون في ظلها خلال عملهم في توصيل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. وبعدها يبدأ المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أمام ميناء رفح البري، وبعدها سوف يتوجه إلى مطار العريش مرة أخرى لتكون هناك إفادة صحفية أخرى ومؤتمر صحفي من هناك، وتنتهي الزيارة بعودته إلى القاهرة لاستكمال جدول أعماله في هذا اليوم الذي يعتبر من الأيام المزدحمة في عماله منذ بداية الفراغ التي وهو في هذا الجدول المزدحم. هل يعني هناك تسريبات عن احتمالية إدخال المساعدات اليوم؟ هناك عملية إدخال المساعدات، يعني هناك بالفعل منذ الصباح حديث عن دخول عدد كميات من المساعدات عبر معبر رفح البري، لم تتوقف باليوم ولا أمس، ولكنها بالطبع ليست بالكميات الكبيرة التي تغطي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين. وبالتالي فإن أحد الرسائل المهمة التي سوف يدعو إليها اليوم الأمين العام للأمم المتحدة هي زيادة كمية المساعدات التي يتم إدخالها إلى الأشقاء في الجانب الفلسطيني. وبالطبع يعني هناك عديد من الوسائل لإدخال المساعدات من بينها إسقاطها جوا أو من خلال معبر رفح البري، ولكن من أهمها يظل ميناء رفح البري هو أحد أهم وسائل إدخال المساعدات والوقود والأغذية وكافة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين إلى داخل القطاع، حيث تقوم الأنوروا باستلامها وتوزيعها وعلى الأشقاء في داخل القطاع. مينا حبيب مراسل الغد من رفح، شكرا جزيلا لك.